السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نتكلم على طريقة التسجيل بطريقة تفصيلية في جامعة كيبيك أغيموسكي. إذا نبدأ على بركة الله. إذا راكم تشوفوا رانا في الموقع الرسمي للجامعة، راح نخلي لكم رابط يعني الجامعة في صندوق الوصف باش هكذا سهل لكم المهمة، تدخلوا مباشرة وتبدأوا بعملية التسجيل. كما راكم تشوفوا هنا راح نديروا التسجيل في بالنسبة ليزيتيديون اترونجي، للطلبة الأجانب وليس للطلبة المتواجدين في كندا. إذا نبدأ على بركة الله. هنا عندكم وين تكليكيو على لا دوموند ادميسيون، حنا راح نشوفوا نعطيكم حاجة رابيدمون قبل لا نبداو. Les dates de limite de dépôt des demandes d'admission, qui marquent comme tu les étudiants et étudiantes étrangers, يعني اللي في جميع البرامج اخر اجل هو 28 فيفري 2023، وتاريخ فتح يعني التسجيلات كان يوم الفتح سبتمبر 2022. اذا كنتم حابين تسجلوا في جامعه كيبيك اريموسكي لازم تسجلوا قبل 28 فيفري 2023. اذا هنا راح نضغطوا على دوموند دادميسيون اون لين، هكذا تجينا نافذة أخرى. ننزل ونضغط على remplir la demande d'admission، هنا نضغط على j'accepte ونضغط على suivant، هنا نفس الشيء نضغط على j'accepte ونضغط على suivant. هنا c'est ma première demande d'admission à l'Université de Québec à Rimouski، يعني احنا راح ندير أول طلب. إذا الإجابة تكون الأولى. Leader طلب سابقا يدير j'ai déjà fait une demande d'admission au suivi de cours à l'université de Lucas. إذا كل واحد يجاوب حسب الحالة تاعو بطبيعة الحال. هذه الفيديو يعني تشرح لكم كيفاش ديروا المراحل فقط، ولكن كل واحد بطبيعة الحال يجاوب حسب الحالة تاعو. نضغطوا هنا على suivant، وهنا راح نختاروا la session d'automne 2023. إذا الناس راح تسجل تحضر دائما لا سيونس دوتون 2023، هكذا يكون عندكم يعني الوقت الكافي باش ديروا طلب السي ا كيو وطلب الفيزا ايضا، لانه تاخذ بعض الوقت. نضغط على اوتون 2023. هنا اون فا شواسيغ ان كومبوس، تخيروا لو كومبوس اللي حاب تقرا فيه. ادميتون احنا راح نخيروا كومبوس دو ريموسكي. تخير طون كومبلي بيان سور، راح تقرا ا بلان طون ماشي ا طون بارسيال. واش من سيكل؟ ان بروميي سيكل، دوزيام سيكل، تخواسيام سيكل، حسب النيفو اللي حاب تسجل فيه. اذا احنا راح ناخذ كمثال بكالوريا اون ادمنستراسيون، ثم بطبيعه الحال راح تخيروا الدبلوم اللي يساعدكم، لانه كاين مستويات عديده، كاين البكالوريا كاين الميتريز. اذا احنا راح نديروا مثال بكالوريا اون ادمنستراسيون، ونجيو نازلين لا كونسونتراسيون تاع لا فورماسيون. هذه لي فاكولتاتيف، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. باغ اكزومبل حنا راح نديرو كونسونتراسيون فينانس، وهنا يعني الموقع يعطيكم انكم ديروا يعني ان دوزيام شوا. باغ اكزومبل نديرو كومبيس دو ريموسكي، ونديرو مثال طون بلان باغي برومي سيكل. وهنا اذا كنا حابين نسجلو في اون اوتر فورماسيون، اذا يعني في حالة أنه تم رفضنا في بكالوريا أو أدمنستراسيون، نديرو مثال أن دوزيام شوا. مثال نأخذو نديرو باغ إكزومبل بكالوريا أون سيونس كونتابل كوم دوزيام شوا. برومي شوا بكالوريا أون أدمنستراسيون، دوزيام شوا بكالوريا أون سيونس كونتابل. ثاني نديرو لا كونسونتراسيون، إذا هنا نديرو باغ إكزومبل كونترول دو جيستيون، ونضغطو على سويفون. كما راكم تشوفوا هنايا نوصلوا لمرحلة لي رونسينيومون بيرسونيل. لي رونسينيومون بيرسونيل تحطوا فيهم اللقب، الاسم يعني تاريخ الميلاد، لو سيكس ماسكولين و فيمينا. هنا يطلبوا منا نيميرو داسيغونس سوسيال، وهنا لو ناس يعني هو رقم الضمان الاجتماعي للناس اللي راهي متواجدة في الأراضي الكندية. إذا احنا إذا كنا خارج كندا ما عندناش هذا الرقم، دونك ما نقدرش نحطوه. الناس اللي راهي متواجده في كندا وتحط الرقم هذا بطبيعه الحال. هنا يطلبوا منك لا لونغ ماتيرنيل، تحط اللغه الام تاعك اذا كان فرنسيه او انجليزيه او اوتر باغ اكزومبل. لا لونغ دوزاج، اللغه اللي تستعمل فيها يعني يوميا. هنا تحط الكوريال تاعك هنا، وتزيد
يعني تحطوه مرة ثانية هنا باش نكونفيرميوه، وبعدين راح نتعمرو لي رونسينيومون سور لان دو فو بارون. اذا هنا تحطوا باغ اكزومبل اللقب تاع الاب، الاسم تاع الاب، نفس الشيء بالنسبه للام، وبعدين نروحوا لو ستاتو او كندا. اذا حنايا اذا كنا خارج كندا روح نحوسوا على الحاله هذه. سيتويان كنديان، وهنا كما راكم تشوفوا هاي الحالات، يعني سيتويان كنديان يعني عنده جنسيه كنديه او مقيم دائم، بيرمي ديتود، الناس اللي عندها بيرمي ديتود، فيزا ديبلوماتيك، ريفوجي لاجئ انديان دو كندا لي اوتوكتون، و ستاجير افيك بيرمي ترافاي. اذا الحالات هذو ما ينطبقوش علينا. اذا في الحاله هذه ما راحين نخيروا حتى واحد يعني حاليا. ونكملوا، ادفو اوتوكتون دو كندا، نو مانيش اوتوكتون. سي فوزات نيو او كندا تعطيهم لو ليو دو نيسونس. اوكي، اذا احنا من الزايدين في كندا ما نجاوبوش عليهم، ما نجاوبوش على لافيل اوسي. سي فوزات ني على ليكستيريور دو كندا، هنايا تحطوا بلد يعني الازدياد، وتحطوا مدينه الازدياد. احنا نديروا كمثال فقط الجزائر العاصمه. اذا هنا راحين تعمروا كل المعلومات هذه، ومن بعد ديروا فاليدي بطبيعه الحال. اذا هنا عمرنا كل المعلومات، كنا عمروا كل المعلومات، ماذا بكم تعلموها تعمرها بدقه وما ديروش اخطاء، يعني تفيريفيو المعلومات تاعكم وتضغطوا على سويفون. اذا هنا كي يكونوا اخطاء راحين يجونا برلوج وراحين نصحوهم بطبيعه الحال. اذا هنا نسينا ما درناش لا دات دو نيسونس، اذا راح نديرو لا دات دو نيسونس الخاصه بنا. سبيسيفيي لو سيكس باغ اكزومبل، نديرو ماسكولان. اوكي، اذا هنا كيما كشتو كنت نساو معلومات راح لو سيت يقول لكم عليهم. هنا vous devez spécifier votre statut au Canada. في هذه الحالة راح نحطو permis de séjour pour études، لأنه إحنا كنا قبلنا راح ندوموندي un permis d'études، يكون عندنا permis de séjour pour études. ونجيو هنا ونضغطو على suivant. إذا هنا عقبنا المرحلة أخرى وهي وضع المعلومات الخاصة بالعنوان الخاص بنا، إذا نعمروه بطبيعة الحال. إذا هنا قمنا بملء المعلومات المطلوبة وهي العنوان تاعنا ورقم الهاتف الخاص بنا، وبعدين نضغط على سويفون. ننتظر قليلا. هنا عندنا رونسينيمون سور لي زيتود انتيريور، اذا هنا راح يطلبونا معلومات فيما يخص الدراسات تاعنا السابقة، اذا راح نملاوها بطبيعة الحال. ايضا هذه باغ اكزومبل يعود خارج كندا ما عندوش لو كود بيرمانون، كود بيرمانون تقول الناس قرا ديجا في كندا، يعطيهم رقم ان كود بيرمانون اشاك فوا وين يحبوا يقراو يطلبوا لهم لو كود هذا. اذا هذا ما يخصناش حنا مادام رانا خارج كندا وحابين ندرسوا في كندا، اذا هنا ما فيهاش اشكال. اذا هنا ننزلوا الاتود ونحطوا الدبلوم يعني الخاص بينا اللي عندنا ديجا، مثال بكالوريا بروميير سيكل diplôme obtenu ou à obtenir. اذا obtenu اذا جبنا ديجا ديبلوم، à obtenir اذا مازال ما جبناهاش رانا بصدد يعني حصول عليه، راح نديرو حنا ديبلوم obtenu. هنا يطلب منك لا دات دوبتونسيون وقت جبت الدبلوم تاعك، مثال راح نحطو جويي 2021 ا جويي 2022. سي فوز افي ايتوديا او كيبيك، بون راح تحطو المعلومات ايضا، حنا ما قريناش في الكيبيك دونك ما كاش إشكال، نزلو مباشرة. سي فوزافي إتيديو أيون أو كيباك، راح نحطو وين قرينا. أيور كو كيباك، إذا هنا الناس اللي قرات في خارج كيباك ولكن داخل كندا. إذا هنا كاين تصحيح بسيط، إذا أوليو دو غومبليغ هذي لا سيكسيون، راح نهبطو سي فوزافي إتيدي أيور كو كيباك. إذا هنا باش ما يصيرلناش اشكال، ونروحو نحوسو على البلد الخاص بنا. كل واحد يحط البلد اللي قرا فيه.
إذن كل واحد يدير البلد الخاص به. إذا ما لقيتوش البلد باغ اكزومبل البلد في إفريقيا غير موجود في لا ليست، تكتبوا أفريك بي نون سبيسيفيك. إذا كل واحد يحوس على البلد تاعو، إذا ما لقاش البلد تاعو يشوف يدير لا فالور باغ ديفو، دي فوا أفريك باغ ديفو أو كيلكو شوز دوطخ. إذا تحطوا الجامعة تاعكم، تحطوا البروغرام اللي لقيتوه، ونزيدوا نكملوا، نزيدوا نهبطوا هنا، ونضغطوا على سويفون. هنا رحنا نافذة أخرى، إذا ما كانش أخطاء، عادة كيعودوا كاين أخطاء راح يبلوكي لو سيت ويقول لكم تعمروا المعلومات اللي راهي خاصتكم. في الحالة هذه رانا عقبنا لا سيكسيون اكسبيريونس، إذا نفس الشيء نديروا الاكسبيريونس بروفيسيونيل الخاصة بنا بطبيعة الحال. سما كل واحد يعمر الاكسبيريونس تاعو، إذا كان عندك عدة خبرات يعني في العمل كما راكم تشوفوا، عندك اكسبيريونس 1 اكسبيريونس 2، دونك عندك يعني تقدر تدخل دوز اكسبيريونس بروفيسيونيل. اذا هنا راح نتعمروا الاكسبيريونس تاعكم لومبلويور، اسم الموظف، وقت بديتوا تخدموا، وقت كملتوا، والله توجور على لومبلوا اذا كنتوا توجور تخدموا في الشركه هذه. اذا كان عندكم دوز اكسبيريونس زيدوا تحطوا الاكسبيريونس 2 وتضغطوا بعدين على سويفون. انا vous avez vous devez spécifier le numéro civique de votre adresse. اذا هنا كاين اشكال في الادريس. اذا كما قلت لكم لازم توجور تفيريفيو لافورماسيون وتتاكدوا بلي لافورماسيون صحيحه باش هكذا ما صراكم شي اشكال. هنا ننزل نضغط على je déclare que les renseignements fournis dans le formulaire de demande d'admission en ligne à l'UQAR sont exactement يعني بلي المعلومات صحيحه، ونضغط على سوميتر ما دوموند ادميسيون. هنا يطلب منا تصحيح العنوان، هنا رانا قمنا بتصحيح العنوان، ونعاود نشوفوا لو ريزومي تاعنا. هنا تقدروا تشوفوا كل المعلومات اللي درتوها قبل ما تسوميتيو لا دوموند، افون تسوميتر لا دوموند تعاودوا تكونفيرميو كاع الانفورماسيون اللي درتوهم. يعني خذوا الوقت تاعكم، ما تزربوش واحد طوحكم باش هكذا ما يكونش اخطاء. ونضغطوا على سوميتر ما دوموند دادميسيون، وهنا نوصلوا لي يعني لو بايمون دي فري دادميسيون. كما راكم تشوفوا في الدبلوم هذا في الجامعه هذه طلبوا لنا 81 دولار كندي باش يدرسوا الملف هذا. اذا قات هذه المرحله الاخيره، لازم تكون عندكم اون كارت دو كريدي، تكون عندكم كارت دو كريدي، تضغطوا هنا على سويفون، تدخلوا رقم لا كارت دو كريدي ب يعني تاريخ نهايه الصلاحيه، رقم لا كارت دو كريدي، كل المعلومات اللي متواجده في لا كارت دو كريدي، لا كارت دو كريدي باش ديروا لو بايمون تاع 81 دولار. وهكذا تكون يعني كملت يعني طلب التسجيل في الجامعه هذه. كما راكم تشوفوا الامر ليس يعني بالصعب، خاصو يعني بعض من الوقت فقط، ولازمكم بطبيعه الحال كارت بانكير باش تسهلوا يعني المهمه تاعكم. إذن بالتوفيق للجميع، وإلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.